يقول إذا دخلت والإمام راكع وهناك فراغ في الصف المتقدم وأنا إذا ذهبت إلى هذا الفراغ لا أدركه، لكن في صفوف متأخرة أصل إليها قبل قيام الإمام من الركوع، ماذا أفعل؟ هل أصل إلى الصف وأفوت الركعة أو أركع وأفوت أجر الصف المتقدم؟ هكذا؟ هنا والله فيها نظر حقيقة، يعني أنا ما ودي أفتح بابا، لكن يلا كل واحد افتحها. هناك من أهل العلم وهو رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا تدرك الركعة بإدراك الركوع، لا تدرك الركعة إلا بإدراك الفاتحة، يرى أن الفاتحة ركن لا يسقط، أن الفاتحة ركن لا يسقط، فالذي يأتي ويركع والإمام راكع يقول هذا غير مدرك، هذا غير مدرك، لا بد من قراءة الفاتحة. الفاتحة ما قرأت الفاتحة أنت؟ وهذا رأي الشافعي والسبكي، واختاره الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، رحمه الله الجميع، فيرون ما تدرك إلا بإدراك قراءة الفاتحة. فإذا كان كذلك أنا أتصور الأحوط أن يتقدم إلى الصف المتقدم ويأتي بركعة بدل هذه الركعة، أو إذا أدرك الركوع الحمد لله، إذا ما أدرك الركوع فيأتي بركعة ولا يتأخر مرة ثانية، يكون هذا درسا له ألا يتأخر مرة ثانية. ولكن إذا جاء وركع في الصف المتأخر لا شيء عليه، حتى لو في غير الركوع، لو إنسان دخل متأخر وأدرك مهم قيام يعني ويدرك الفاتحة وصلى في الصف المتأخر وفي مكان في الصف المتقدم ليس عليه شيء، لكن نقول فوت على نفسه أجر الصف المتقدم، كلما صلى الإنسان في صف متقدم كلما كان أجره أعظم. ولكن يجوز تجوز صلاة في صف متأخر، بس أهم شيء لا يكون منفردا، هذا أهم شيء. نعم.